نتابع وإياكم مشاهدينا هذه المشاهد المباشرة من مظاهرات في مدن أوروبية عدة من كوبنهاغن وأوسلو وماينز في ألمانيا، بالإضافة إلى العاصمة الألمانية، حيث خرجت هناك مظاهرة تضامنا مع الشعب الفلسطيني واستنكارا للجرائم في غزة. أيضا مظاهرة مدينة ماينز الألمانية، والتي تجمع أيضا فيها العشرات رافعين علم فلسطين كما نتابع في هذه المشاهد المباشرة. نتابع أيضا المشاهد في أوسلو لمتظاهرين تجمعوا على ما يبدو قرب البرلمان النرويجي، وقد حملوا أعلام فلسطين وأيضا لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأيضا في كوبنهاغن في العاصمة الدنماركية طبعا نظم متظاهرون اعتصاما رفضا لبيع الأسلحة لإسرائيل.